كلامك زين توسنتو غلط. شفي ما يتفهم داك الكلام حين تقول كلام واضح، كلمات معروفه، تصرفات واضحه، شفي ما يتفهم. ربما هو ما فهمش كيدير، ربما هو اعتاد على سلوك تبان لك شيء عادي داخل المجتمع. هذه جرائم ما فيهاش الفهم. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. هذا هو السؤال المطروح. احنا اولا كنشكركم، ثانيا ما يمكنناش نقلوا النقاش للمحاكم الى الراي العام، هذا اختصاص القضاء، واللي غادي يحصل يحسم وغادي يفصل، فخصنا نحترموا السلطه القضائيه قولا وفعلا، ماشي نحترمها وفي الواقع نمارس اشياء اخرى، خصنا نحترموها. انا الان كنتواصل معكم في اطار احترام الراي العام والصحافه والحق في المعلومه، ما دام هذا الامر ولا مشكل ضر المجتمع باكماله، هدد الامن الاخلاقي، مسبب في اعريضه من المجتمع، اللي ما اقول كل المجتمع، هناك سخط عام، غضب عام من طرف الشارع والاوصال المغربيه على ما وقع، وتاكدنا هذا من خلال التعليقات اللي كانت 100% كلها لصالح الاتجاه الذي ينادي يندد بهذه الافعال الجرميه، على العكس 100% ضد الندوه اللي عقدها طوطو ومحاميه، للاسف كانت فيها مغالطات كثيره ومواقف متذبذبه ومواقف متناقضه، واحيانا عدم الرد على اسئله الصحافه، كيجمعوا عشرات الاسئله كيجاوبوا سؤال واحد عام وفضفاض، كورونا، الجزائر، الدول الاخرى اللي مشى الحج، دار العمره، حنا عندنا نقاش مركز، عندنا افعال جرميه ارتكبت داخل المجتمع، مست الامن الاخلاقي ومست الاسره المغربيه والاخلاق المغربيه وشخصيات اخرى مغربيه، فكان لابد امام هذا السخط الاجتماعي من المبادره لوضع حد لهذه التفاهات والسقطات بالجرائم التي اصبحت ترتكب تحت غطاء حريه التعبير. الان عندنا واحد المغالطه، حريه التعبير شيء، وجرائم الاقوال شيء، جرائم الصحافه جريمة الدول كلها هي كلها اقوال، ولكن معاقب عليها، التهديد معاقب عليه، المشاركه ديما معاقب عليها، تبريع الجريمه معاقب عليها، تحرض في جميع الجرائم كيتم شفويين بالفم، كلمات كلها تشكل جرائم، الاخلاء بحياه علنيه، حياه العين علود، تحرض في جميع الجرائم. دونك كاين جرائم الاقوال وهي كثيره في القانون الجنائي المغربي، فما يمكنش تقول هذا حريه التعبير، تحت غطاء حريه التعبير ممكن نرتكب جرائم، نسب ونقذف ونهين ونحافظ على الجريمه وندير كذا، انا حر في التعبير. هذا خصنا نحسموها، واللي ما فاهمش هذا الشيء خصو يعاود يقرا ويفهموا، بالله راه كان الحريه عندها حدود، ما يمكنلكش تجاوزها، ان في المقابل كرامه الناس، عرض الناس، الاخلاق العامه، عدد من الامور يجب احترامها، ان كان يعيش في مجتمع مضبوط بالقانون من جهه وباخلاق من جهه اخرى، بتعاليم الدين الاسلامي اللي ما يمكنناش نتملصوا منها تحت غطاء الدفاع عن ظلمين. لما السيد اعترف اعتذر المفروض الاعتذار يكون صريح، ينم على ان صاحبه شعر بخطا واعتذر مزيان، ولكن خصو هو اللي يكون صريح ويكون السيد شعور بالخطا، ماشي يقول لهم انا كاعتذر اللي فهموني غلط. واش دابا المغاربه كاملين ما كيفهموش؟ يعني قال هو كلام اللي كلشي عارفينه بلا ما نكروه، ولكن ما فهمتوش انتو غلط. شفي ما يتفهم داك الكلام حين تقول كلام واضح، كلمات معروفه، تصرفات واضحه، شفي ما يتفهم. ربما هو ما فهمش كيدير، ربما هو اعتاد على سلوك تبان لك شيء عادي داخل المجتمع، هو اللي جا غريب، ما فهمناكش. هذه جرائم ما فيهاش الفهم، هذه جرائم ارتكبت في حق عدد من الاشخاص شخصيا وفي حق المجتمع بصفه عامه. ثانيا الا اعتذرت هذا اعتراف بالخطا زين، ما موقف اولئك الذين برروا له؟ هؤلاء يعتذر ما فهموش واعتذر، ما موقف هؤلاء؟ ثالثا الاعتذار في القانون لا اعتراض على الجريمه، الجريمه تمت كما يقولوا كريم كونسومي، الفعل تم، الضرر تحقق، الاعتذار او الصفح او العفو او التوبه حتى مع الله قد تقبل وقد لا تقبل وحسب الاحوال، وحسب في القانون الجنائي المغربي وغيره من القوانين العالم كامل، الاعتذار لا يؤثر على الجريمه ولا على المسؤوليه الجنائيه، كل ما فهم قد يراعى ذلك في تحديد العقوبه قانونيا ماشي ادمي بصفه عامه. دونك ما يمكنليش نرتكب جريمه وغدا نجي نقول معتذر، والا خص كاع الناس اللي داروا جرائم الاقوال في المغرب يعتذروا ويخرجوا، الا مشينا بهذا المنطق. كاين الناس اللي عندهم اسيدي الاشاده بالارهاب، تهم غادي يعتذروا كنا غالطين، الناس اللي سبوا الاهانه والقاد وغيرها من الجرائم الخير خصهم يعتذروا حتى ذوك الناس، ونعطلوا القانون الجنائي، نقلعوا هذا القانون الجنائي، او نديروا عندها من اسباب التبرير هي الاعتذار.
على الاقل يكون المجتمع سواسيه امام هذه الوضعيه، ماشي الناس الاخرين لا يقبلوا منهم ونجي واحد الشخص نقول لا هذا راه اعتذر صافي، هذا صلي الجمعه صافي. يعتقد ان هذا المنطق تغيب عنده الحكمه، ونريد تبرير ما لا يبرر، وقد نقعوا في الخطا او كما يقال اخذتهم العزه بالاثم. باقي السؤال مطروح، واش هذاك شي فن ولا ماشي فن؟ من خصائص الفن ان يكون راقي ويساهم في التربيه الانسان واشخاص والادواق. ما سمعنا بفن فيه جرائم، ما سمعنا بفن صاحبه يتباهى باستهلاك المخدرات، ما سمعنا بفن وما راينا فن ان صاحبه هز واحد القرعه تاع الخمر وكيأثر في الشباب لا شعوريا، تاثير معنوي تحرض عمام، ومن بعد في نوع من التحدي كما قال له السيتي لا بتريدوا في الستيرو حتى لا تعم الفاحشه. حينما من اكبر الكبار ان تجهر بالفاحشه، ان تجهر بها وتتباهى بها وكان انت خارج عن القانون ولا احد يتكلم معك وانت لك حصانه في هذه البلاد لا لشيء الا لانك تغني او تقول كلاما ساقطا، وان بعض الاشخاص هم شباب اغلبهم مراهقين لا يدركون هذا كما يسمى في علم الاجرام الثقافه التحتيه، ثقافه لسوكيلتور، هادو كاينين جميع المجتمعات، ولكن ما يمكنناش نكبروهم ونعطيهم اهميه ونبرو لهم خصنا نحاربو باش نديرو حد لهاد الظاهره كتمسنا كاملين في اسرنا في ابنائنا. سمعت كلام من دفاع وقال لك هاد العيب راه في الابناء والعائله، سبحان الله. دابا انت تجي كترتكب جرائم وتحرض دوك الشباب اللي المفروض حنا نساهموا في تكوينهم، ومدونة أسرة صريحة أن الدولة كتحمل عدد من الأمور في التربية والتكوين والتعليم والخصوص الملايير في هذا المجال، ونجي نقولوا لا راه العيب في الأسرة، لا راه هذاك حرية التعبير، راه ماشي حرية التعبير، هاد الناس اللي قالوا حرية التعبير لا يفقهون معنى حرية التعبير، الحرية عندها حدود، وجرائم الأقوال كثيرة، عبر كما تشاء، ما تسب ما تقذف ما تهدد ما تدير ما كانش يهضر معك، غني كما تشاء. موسيقى ولا ماشي موسيقى، حينما تعلق امر بافعال ممنوعه في القانون الجنائي يجب الامتناع عن القيام بها، لان القانون الجنائي المغربي قد يجرم بعض الاقوال جرم افعال او امتناع بسبب ما تحدث من اضطراب اجتماعي. انا كنشوف واحد الاضطراب واحد الغضب عند جميع الجهات ونديد، كيقول الحادي قال له انصر اخاك، احنا نقول لك الناس اللي معاه، قال له انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال له رسول الله انصره وهو مظلوم، اتراني كيف انصره وهو ظالما؟ قال له بمنعك اياه من الظلم، بمنعك اياه من الظلم، بمنعك اياه من الظلم، وليس تبرير الجريمه ومحاوله ايجاد مخرج. علاش؟ اذا قلنا هذا فعل مباح، غدا هذا الكلام غادي نلقاو في الكليه، غدا هذا الكلام نلقاو في المدرسه، غدا نلقاو داخل الاسره، غدا نلقاو في قاعه المحاكم، غنقول لهم ايوا راه قالها فلان وما تهضرتوش معاه، علاش لا تهضروا معايا؟ غادي يصبحوا في واحد التمييز بين المواطنين، والقانون اسمه تعبير الامه ويخضع الجميع. كاين واحد التمييع تاع النقاش، الدستور، المواثيق، الاسلام، هذا هو امور، حنا عندنا فعل المحدده، التركيز ما كانش نهائيا. الجواب الاعتذار كان فيه تردد لما اعتبر نفسه، لا حنا نراهنوا على الشهامه تاع فلان وكذا وكذا، وراه هذيك الشهامه والكرامه هي اللي خلاته يقوم بهذا الفعل ويحارب الجريمه ويبلغ السلطات. هذيك راه من باب الشهامه، فالانسان كما تعلمون ان اول حاجه عايش من اجلها راه ماشي هي الحياه، راه الترتيب العالمي كاين اولا الكرامه، الانسان ضحى بكرامته ومشى للحبس، ضحى بحريته بحياته، ضحى بحياته من اجل الحريه. دونك الكرامه هي الوحيده اللي في الدستور المغربي لا تمس من اي جهه، الحريه ممكن تمسك بها الدوله والقانون، الحياه ممكن يحكمك بالاعدام، ولكن الكرامه لا يمكن لمس بها تحت اي ذريعه. أنا إذا كان شيء معقول هو الاعتذار الرسمي وعلاني، هذا من باب الأخلاق، أما القانون لا يثير الجريمة، ياخذ مصراع، وحنا ما نسبقوش الأحداث ونستناو الأبحاث والتحريات وما سوف يسفر عن ذلك. أما تجمع عشرة تاع الأسئلة وتجاوب على سؤال واحد فضفاض فهذا تهريب النقاش وتهرب من الجواب، واعتذرنا ما اعتذرناش، كاين تناقض وتدود في الموقف، مرة اعتذر مرة ما اعتذرش مرة كذا، اللي اعتبروا نفسهم هنا ما كانش موقف واضح، كان خص تكون الشجاعة كما كانت اقول الوقاحه في قول كلمات نبيه، خص تكون على الاقل الشجاعه في الاعتراف، وهذه منشيه من الانسان المسلم واللي يكون صالح مع نفسه، اللي ما مصالحش مع نفسه تلقى مواقف الدبدبه. اذا كان ذاك الاعتذار دافعه هو الخوف او اعتبارات اخرى راه ما غيكون حتى شي اثار، خص الانسان يحس بك انك تهضر صادق ماشي تهضر في وضعيه مرتابه للاسف الشديد.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.